وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات الشيخ حامد الشمري. أهلا ومرحبا بك شيخ حامد. بداية، متظاهرو بغداد أكدوا أنهم باقون في ساحة الاعتصام ولا يتراجعوا حتى إسقاط النظام. كيف ترون التحديات التي تواجهكم في الفترة الأخيرة؟ مساء الخير عليك وعلى قناة الرافدين وعلى مشاهديكم. مساء الأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العظيم. الرحمة والخلود لشهداء ثورة أكتوبر الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. أشكرك أخوي على هذا السؤال. إن شاء الله إن شاء الله أكيد باقون على العهد ومعنوياتنا عالية إن شاء الله، وأخي العزيز المتظاهرين بوعي عالي. هذا ما يدفعنا نحو أهداف الثورة ولا تواجهنا أي صعاب، لأن الثوار والمتظاهرين واجهوا بشاعتهم بصدور عالية تحملت رصاص غدرهم الجبان لشهدائنا. طيب، الاغتيالات زادت بشكل مضطرب في الفترة الأخيرة، ما هو تفسيركم لتزايد الخطف والاغتيالات من قبل القوات الحكومية والميليشيات ضد الناشطين؟ أخي العزيز، أساليبهم القذرة انكشفت من حرب نفسية. نعم. وترهيب الناشطين لقمع المتظاهرات التظاهرات العفو وإنهائها باءت بالفشل بسبب صمود إخوانكم المتظاهرين والثوار وإيماننا بقضية العراق وتضحيات شهدائنا. نعم. طيب، بعثت الأمم المتحدة في العراق حذرت من أسلوب جديد بجرائم خطف وقتل المتظاهرين، يعني هل هنالك من تدابير تقومون بها للحد من خطف وقتل الثوار من قبل الميليشيات والقوات الحكومية؟ نعم أخي العزيز، اطمئنوا، إخوانكم الثوار والمتظاهرين والناشطين نعمل ليل نهار، وقمنا بإجراءات أمنية لمنع وقوع خسائر في صفوف ناشطينا والمتظاهرين، ولدواعي أمنية ما أكشف لك الخطة. طيب، يعني الميليشيات اغتالت أستاذ اللغة الإنجليزية رائد جابر بناحية مندلي في محافظة ديالى، يعني هل اغتيال العقول والكوادر العراقية يمكن أن تصدر من عراقي مخلص لهذا البلد من يخطط لمثل هذه الجرائم حسب رأيكم؟ كلا، احنا متأكدين ماكو عراقي مخلص وشريف يقتل كفاءته ونخبه. أخي العزيز، هذا البرنامج منذ بداية الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق والاغتيالات مستمرة لكفاءاتنا الوطنية من عسكريين وأساتذة وأطباء ورؤساء عشائر، وكل القوى الوطنية المخلصة مهددة ومستهدفة من قبل الميليشيات التابعة لإيران بإشراف قاسم سليماني وذيوله العملاء. طيب، منظمة العفو الدولية قالت بتقرير لها إن هناك حملة شرسة ومتنامية من الترهيب المتعمد ضد المتظاهرين، هل ترون أن المجتمع الدولي سيقف مكتوف الأيدي أمام تلك المجازر التي تحصل في العراق؟ أخي العزيز، نحن لا نعول على كل المنظمات الدولية والأممية، وإنما اعتمادنا على الله وإيماننا بقضيتنا المشروعة واستعدادنا بالتضحية من أجل كرامة الشعب العراقي. إلى أي مدى ترون أن الثوار وتحت كل هذا الضغط مصممون على استكمال ثورتهم حتى تحقيق أهدافها؟ إن شاء الله إن شاء الله، إحنا مصممين بعد مضي 80 يوم على عمر الثورة وبال 54 يوم بالتوالي على من 25 ولحد الآن. أخي العزيز، مواقف بطولية سطرها شعب العراق. الآن يوم أمس البارحة أنا منتبه جدا على الساحة وأسجل المواقف المشرفة. يعني يوم أمس عرفوا ناس يشتغلون بالعمالة يطلعون، أخي العزيز فليسمع العالم كله، يعني يطلع متظاهرنا وشابنا من عمله، يعني تصور أباوة على إيده الأظافرة كلها جوز وشبنته وملابسه حتى يحرص أن يوصل الساحة ويقدم العنده. وهذا هو ان شاء الله، هذا 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 شعبنا العراق ان شاء الله ان شاء الله ينهض بالعراق، وان شاء الله شمس العراق تشرق بازهى الوانها. طيب،
عمليات القتل والخطف والتهديدات التي تقوم بها الميليشيات للناشطين والمتظاهرين، هل ترونها خففت من حدة التظاهرات أم أنها زادت من عزيمة المتظاهرين؟ كلا أخي العزيز، التظاهرات بالزياد، التظاهرات بالزياد، ومن دير بال، من دير بال، أقسم لك بالله، مو قلت لك وضعنا خطط أمنية ما نكشفها، حريصين جدا على كل شخص بالساحة وكل ساحاتنا. نعم، الناشط في التظاهرات الشيخ حامد الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.